من ضمن الحلول اللي دايما بنقول انها لازم تتقدم للجهات او للسلطة التنفيذية المعادلة السعرية. بطل المعادلة السعرية في شعبة انتاج بيض المائدة داخل الاتحاد العام لمنتجي الدواجن اللي هو المفروض الاب الشرعي لصناعة الدواجن في مصر هو المهندس إيهاب الشربيني، مدير عام شركة صحارى لتعبئة بيض المائدة. يعني الراجل ايده في النار واتكلم كتير عن المعادلة السعرية. المعادلة السعرية يعني ايه؟ كلمة معادلة جاية من لفظة عدالة، عاوز اشوف تكلفة الانتاج زائد هامش ربح صغير يعين المنتج او المربي على الاستمرار في الانتاج، ومش في البيض والدواجن بس، حتى في كل السلع الاستهلاكية او السلع الغذائية الاقرب الى احتياجات الانسان. برحب بالمهندس ايهاب الشربين. اهلا بحضرتك. اهلا يا سيدي. انا عاوز النهاردة خلاص المشاكل معروفة، عاوز الحلول لو سمحت. الحلول ان احنا مدخلات الانتاج تبقى سعرها عادل. النهارده الذره سعرها عالميا من 300 ل 820 دولار، تكلفتها في المينا في حدود 350 جنيه، يبقى اذا سعرها العادل من 7700 ل 8000 جنيه. ده سعرها العادل. بتتباع النهارده بقى بكام للمنتجين لمصانع الاعلاف والمزارع؟ 15 14 ونص، يعني الضعف تقريبا. الضعف تمام. والصويا 630 دولار، زائد 1450 جنيه تكلفه في المينا او كان، هتخش من 17 ل 18000 جنيه. السعر من 33 ل 38000 جنيه. ده البيع. ده سعر البيع. وبالتالي احنا هدفنا ان احنا عايزين، مش عايزين نزود قبل السعر. هدف حضرتك تمام. السعر السائد في السوق السوداء ده رفع تكلفه انتاج طبق البيض النهارده لكام؟ لحوالي 110 جنيه. هو ده سعر غير حقيقي اصلا، تكلفه غير حقيقيه. هو احنا لينا هدف كمنتجين، او انا بتكلم عن نفسي تحديدا او الاتحاد، ان احنا عايزين سعر طبق البيض ينخفض مش يرتفع عشان يوازي ارتفاع التكلفه. لا، احنا عايزين التكلفه تقل طبقا للاسعار العالميه عشان نوفر منتج للمستهلك. احنا مش عايزين نرفع سعر المنتج نهائي خالص يعني. والدليل على كده ان احنا لما نيجي نقارن سعر طن العلف في مصر بدول اوروبيه غنيه، سعر طن العلف في اوروبا من 430 ل 450 يورو، يعني في حدود 13500 جنيه او 12000 ونص، من 12000 ل 13000 ونص على حسب سعر اليورو هنا. في حين ان سعر طبق البيت بره 5.4 يورو، ده سعر كبير ما حدش هيتحمله هنا. سعر طبق البيت في مصر، العلف في مصر اذا كان هنا 490 يورو 450 يورو، سعر فعلا العلف في مصر 690 يورو. فده رقم مرعب. في حين ان سعر طبق البيض اللي هو 80 جنيه يوازي في حدود 3 يورو مثلا يعني. بس احنا كنا بنفاخر ونباهي الامم زمان بنقول ان انتاج البيض والدواجن في مصر هو الاقل تكلفه على مستوى كل دول العالم. فقدنا الميزه دي ولا لسه؟ لغايه ما بعد الحرب الروسيه الاوكرانيه حصل ان المعادله اختلت. معادله التسعير اختلت. ان العلف موجود في المينا او المدخلات الانتاج موجوده في المينا، والخروج عشان توفر الدولار او 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 رفع التكلفه بسعر مرعب. السنه اللي فاتت في شهر 11 كان طن الذره 5400 جنيه وطن الصويا 8560 جنيه. ده السنه اللي فاتت زياده 21. النهارده بقى هنفترض 12/22، حضرتك عارف الاسعار مشيت ازاي؟ 15000 منطقيتها ازاي؟ ايه المنطقيه؟ ايه المنطقيه؟ لا، في منطق، في منطق انه في 9 تحديدا في قائمه المستوردين اللي هم قال لك احنا هنكسب ايه من الدواجن والفراخ، خلينا تجار حرب ونكسب 200% من الصنعه دي. هم عملوا في الشهرين او الثلاث اربع شهور اللي فاتوا دول ثروات طائله، لو قعدوا يربوا فراخ وينتجوا بيض 100 سنه مش يعني. طيب هل هي ثروات حلال ولا مش قانونيه ولا غير قانونيه؟ والله دي غير قانونيه وبالتالي مش حلال. الدوله الرقابه موجوده، تصادر الاموال، تدعم بها الصناعه تاني، تقوم الصناعه على رجليها في خلال شهر ولا شهرين بالنسبه للتسمين، واربع لخمس شهور او ست شهور بالنسبه للغيرات، ونرجع تاني زي ما كنا. ايوه، مجلس الوزراء، رئيس مجلس الوزراء تحديدا، ده خلينا نقول انه مدير فني لفريق. تمام. وفريق حلول. خدت بال حضرتك؟ ما يهموش انه ان احنا نقعد ندي حلول نظريه على مكتب، هو عاوز حلول عمليه علشان يجيب جون في مرمى
الامن المجتمعي، جون ايجابي في مرمى الامن المجتمعي والسلم المجتمعي في مصر. اتاحه الغذاء للمصريين بسعر عادل في متناول القوى الشرائيه اللي هي الميجوريتي او العامه. الحل التنفيذي ايه لو سمحت؟ هو اولا هو رقابي، نمره واحد رقابه. النهارده لو الرقابه صارمه ومن امن العقاب؟ اساء الادب. وبالتالي لو ان في قانون قوي هيحمي المنتج هو فيحمي المجتمع، لان المنتج مش هدفه ان هو يرفع السعر، يرفع السعر هو هدف المنتج ان هو يخفض التكلفه. طب المعادله السعريه اللي حضرتك بقالك 3 سنين بتتكلم عنها واول واحد سمعناها منه، بما ان حضرتك قلت صاحبها واحد انا ما اعرفوش، تمام، بس حضرتك انت اللي طلعت وقلتها وتبنيتها، المعادله السعريه تعني ايه وتنفيذها النهارده ازاي؟ والله تعني مدخلات الانتاج، الذره تمثل كام في الميه؟ هو الطبق البيض بيجي من 4 كيلو ونص. لو ان مدخلات الانتاج منهم 2.8 من 10 كيلو ذره، 770 جرام صويا، 930 متنوع. تسعير ال 2.8 كيلو ذره دول التسعير مختلف، احنا عايزين التسعير الذره يبقى بالسعر العالمي، يعني النهارده الذره ب 15 غير لما تكون الذره ب 15000. الدولار قصدي غير لما تكون ب 8000. الصويا النهارده ب 20 غير لما تكون ب 40. وبالتالي 4 كيلو ونص علف المفروض احنا بنكلفه النهارده 18000 جنيه. بمعنى ان تكلفه طبق البيض من العلف فقط 81 جنيه. ده من العلف بس. العلف فقط. لسه ما عملناش اي حاجه. ما عملناش اي حاجه، ده لو 75% من التكلفه فهنلاقي ان تكلفه طبق البيض رفعت ل 109 جنيه. وده مش منطقي. ليه؟ لان بره تكلفة طن العلف اللي عندنا هنا ب 18000 جنيه او اكتر، بره ب 13000 جنيه ونص. طيب عاوز افاجئ المستهلك بقى. هو المستهلك لازم يبقى اوير يعني محيط باللي احنا بنعمله. تمام. تكلفتك 112 النهارده طبق البيض في العنبر بتاعك. تمام. بتبيعه للتاجر بكام؟ ب 79 جنيه. 79 جنيه. يوصل للمستهلك بكام؟ يوصل مثلا ل 90 او 120 حسب المناطق. حسب المناطق. اه. انا بتكلم عن المناطق بتاعتنا بتاع ال انا اخترت من 90 ل 100 90 انا شاريه اول امبارح ب 90 تمام هي المشكله مش في كده، المشكله في حاجه ثانيه، المشكله ان السؤال المطروح انت بتكمل ليه؟ ايوه السلطه شايفانا ازاي؟ انا هقول لك ودائما على فكره على صفحات السوشيال وانا دايما بخاطب المستهلك الواعي، المستهلك اللي في يوم من الايام لا هيلاقي فرخه محليه ولا بيضه محليه، يمكن البيضه تجي لك مبستره في كيس في عبوة زي عبوة اللبن او تجي لك بودر في كيس، وبدل ما تبعت ابنك تقول له اشتري بالطين تبعته تقول له اشتري علبة بيض او كيس بيض، ودي طبعا صعبة في الثقافة المصرية بتاعتنا. سامع؟ طبق البيض تكلفته على المنتج اللي قاعد قدامك ده، المنتج الوطني اللي زيك اللي بيشتغل بفلوس وبقروض واستثمارات محطوطة من 50 سنة في قلب الصناعة ومشغل في كل عنبر 10 15 20 عامل بيشكلوا 20 اسره في المجتمع المصري، بقول لك انا بنتج الطبق ب 112 جنيه وببيعه ب 79 جنيه عشان يوصل لك ب 90. طب اللي بتحمل ده مين؟ صناعه بتخسر فلوس كل يوم. اتفضل يا باشمهندس. تمام. كمل. القصه كلها ان احنا ما نقدرش نخرج لان احنا مشروعنا ده طويل. النهارده تكلفه ال 10000 فرخه ونحسب بقى بعد كده اللي عنده 100000 اللي عنده كذا، ال 10000 فرخه هنضرب في 160 ل 175 جنيه. ده تكلفه الام؟ تكلفه الفرخه الواحده حوالي 170 جنيه. اليوم اول يوم بيض. تبتدي تقول اول بيض، هفترض ان انا عندي 100000 فانا بتكلم في 17 مليون جنيه. تمام؟ النهارده لو انا بنتج مثلا 2000 3000 طبق فانا بخسر في كل طبق هفترض 30 جنيه. 30 جنيه النهارده خسرتك. هفترض ان انا بخسر 30 جنيه فانا بخسر كل يوم مثلا 60000 جنيه. لو جيت تخليت عن القطيع كامل فانا هخسر 17 مليون جنيه ناقص سعر بيعه اللي هو ولا حاجه. وبالتالي انا بقفل فوري. فالنهارده مين يتحمل ان هو يخسر 10 15 مليون جنيه مباشره فوري؟ لكن احنا عندنا امل. ان ليه بنكمل؟ لان احنا مستنيين تدخل حكومه النهارده او بكره او الاسبوع اللي جاي ان هو الرقابه، لان انا لو رجعت للسعر العادل انا هبتدي الم تكاليفي، وبالتالي ما اقدرش اخد قرار الخروج على مدى قصير. ما هو الجملتين دول محتاج بالفعل اتنين يسمعوهم منك. تمام. راس الدوله. تمام. ثم المستهلك. تمام. لانه الصناعه بتاعتك دي بلا مستهلك بلا قوى شرائيه تقودها. تمام. فانت برضو بتنتج عشان ترمي في البحر. كمان رأس الدولة محتاجة انها تتأكد من منتج، لان رأس الدولة
ما عندهاش استعداد النهارده رئيس مجلس الوزراء يجي يجيب 20,000 منتج يقعد معاهم في استاد القاهره عشان يسمع منهم. فانا علشان كده هنا انتقيت 4 5 من رجال الصناعه الحقيقيين اللي ايديهم في النار علشان يقولوا الحلول التنفيذيه. المشكله اساسها ايه؟ الموضوع هو ايه؟ الحل ايه؟ مشكله مدخلات انتاج. المشكله مدخلات انتاج، ومدخلات الانتاج مرتبطه تحت الدولار. الله ينور عليك. وفي حاجه ثانيه كمان، اعتبار النهارده السلع الاستراتيجيه، تعريف السلع الاستراتيجيه هي القمح والرز والسكر. لا انا شايف لا هنضيف عليهم الذره والصويا وكذا وكذا، لان دي سلع استراتيجيه. النهارده ده مدخل انتاج في اكل، يعني في صناعه دواجن او صناعه لحوم او صناعه بيض او كلها مدخلات انتاج. ليه؟ للسلم الاجتماعي، لان ما فيش حد فينا هيقدر يتحمل فاتوره استيراد، لان النهارده بره كمان التكلفه عاليه جدا عندهم، والاستيراد بالنسبه لنا هيبقى عالي جدا كتكلفته. النهارده بقول لحضرتك ان بره سعر طبق بيض 5 أو 5.5 يورو، مين اللي هيقدر يتحمل النهارده طبق بيض يوصل 200 جنيه؟ واحنا بنتكلم النهارده في سقف المفروض ان المجتمع بيتقبل طبق البيضه بثلاثه، من 3 ل 4 جنيه افترض. ما ينفعش تبقى البيضه ثمنها 6 جنيه و7 جنيه. حضرتك يا طول المستديره كنت صاحب هاجس، قلت لي انه انا اخشى ان في يوم من الايام ان البيضه تتحول الى سلعه طبقيه، يعني ما فيش حد يقدر يشتريها النهارده الا طبق من، يعني البيض داخل على دايره الكافيار، مش كده؟ لا، هو البيض انا بعتبره ان هو البديل الرخيص لسعر اللحم، لقطعه اللحمه. حضرتك قبل كده قلت لي ده قطعه بروتين سائله، هو لحم سائل. هو لحم سائل، تعريفه العلمي هو لحم سائل. فالنهارده لما كيلو اللحمه يوصل 220 جنيه، يعني 60 جرام ب 13 جنيه وكسور، والبيضه ثمنها 3 جنيه، وبالتالي انا عندي بديل امن وفعلي بنفس المدخلات بتاعته، اذا كان مثلا بروتين او زكان او زكان او زكان، وبسعر رخيص. لو انا فقدت الكلام ده او رفع سعره، فتخيل ان قطعه اللحمه هتبقى 13 والبيض هيبقى ب7 مثلا، لا انا عايز البيض ينزل ل 3 جنيه و2 جنيه عشان يبقى سلعه شعبيه. اقل من ثلث كيس الاندومي. لا وامن. آمن. آمن. انا بشكر حضرتك في نهايه الفقره دي، يعني معلش المفروض انا عاوز 5 6 يتكلموا، بس عاوز اقول للمستهلك اللي هو المشاهد، محدش يضحك عليك ويقول لك قاطع قاطع قاطع، هتقعد تقاطع ايه لحد ما تقطع النفس؟ 25 مليون أسرة متوسط تعداد الشعب المصري، مفيش أسرة أبداً ما فيهاش النهارده طفل رايح المدرسة عاوز أقل شيء يأمن يومه حتة بيضة في سندوتش. البيضة لما تكلفتها حتى لو وصلت ل 3 جنيه لسه أنا بتكلم، ويؤسفني إن أنا بقول اسم تجاري بس عندي استعداد أتحمل كل تبعاته، لسه ما جيتش نص ثمن كيس أندومي من اللي هو الضار بالصحة اللي نتمنى إنه يختفي من على أرفف محلاتنا ومن البرنامج الغذائي لأطفالنا اللي أصبحوا مسمومين رغم أنفهم.